المهم أرحب بكم في الفيديو الثالث من جولتنا ومغامرتنا إلى جزيرة كافالو في مدينة العوانة بولاية جيجل شرق الجزائر. في بداية الفيديو ما تنسوا انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش تتوصلوا بكل جديد وتدعمونا بزر لايك وتابعوا الفيديو للاخير. ولا مازال ما شاهدتوش الجزء الاول والجزء الثاني ما المغامرة تلقوا الروابط في صندوق الوصف. وهانتم معايا بداو يشوي وقبل ما نلحقنا بداو قبل ياها وغطني الحالة امسيو الوكالة. أروح رؤوف رؤوف ما حصل غير الحبابي هناك رؤوف جينا ساعة هاي الصباح بس لا فيديو كلش ماتورا الغريدة كلش ماتورا كل الزوامي صحتين كلش ماتورا من الحسن سي غضي أصر الحسن زيد سي ضغلي لي أصر أصر سيد غضي سيفو سيوا درت بو الشاشي ذا شو السيت يا الخبز اللي راه مش اصلا عشان ها هاي 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 انا رجعت لكم كما قلت لكم ما على باليش اذكركم تسمعوني بالامواج واذا ما راكمش تسمعوني راح نرجع للدار وندير المونتاج كي غادي نسمعه. المهم حوسنا ودوك رانا نفطروا شهية طيبة بصحتي وبصحتكم. واش حبوا تزيدوا اكثر من هك في هذه البلاصه الجميله واش هاد شواقي لميت عجبك يا اخي عجبك يا بسم الله بسم الله بسم الله ويقرا توجور يا تروح
المهم كما راكم تشوفوا هنا، يعني بعد ما رجعنا من الجهه الاخرى تاع الجزيره الى مازال ما شفتوهاش، راه كاين فيديو واحد اخر. جينا هنا داروا لنا يعني الفطور اللي هو بطاطا مقليه مع سكالوب على الجمر، والان هما واحد الصيادين عطاو لهم هذا الحوت، والله ما على بالي كي يسموها، راهم يشوفوا فيها، وقررت اني نشارك معكم هذا اللقطات الرائعة. أنا على حد الآن وأنا ندير الفيديو المونتاج عجبني الفيديو بزاف. بشبع ارجازي في دي زري كون ويدا تاع الشمس راكي بيزيد صح يا ربي لا تحت هذه السكه دي كدي وي كشمني بوش دي يوا هنا اخر كابا شامبي يلا ريان هيا بوزيسيون خلاص كما راكم تشوفوا هنا، يعني رانا في الاستعداد للعوده، الان راح للجروب الاول ومن بعد يعاودوا يرجعوا يديونا، خاطرش كنا بزاف والقوارب اقلال. راح ديجنت يا وليدي. المهم كما راكم تشوفونا خلاص عينا من هذه البلاد، رانا وجدنا البوطي الى اللقاء. حراقه. المهم سيلفي. الى اللقاء باي باي.
المهم كما راكم تشوفوا هنا رانا وصلنا الى نهايه الفيديو. هذه هي ختمناها بصوره جماعيه مع هذاك البوستر تاع وكاله ياسين افواياج للسياحه والاسفار. في نهايه الفيديو ما تنسوا انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، ودعمونا بزر لايك والفيديو القادم في حديقه الحيوانات تاع جيجل.